وهم قاطي مانتا غوان قرات وهم هبو إن أنا فرح جلينين تاجر ياشا عدكو دل بوبي وهم كان كعدين يا إن أنا أقبلين نتيجة دور شخص صوب حضي أو كو جلست حزب قواداني وهم غوان صدي إن النتيجة ده قان كسويس قا إلا دور دوبي أنا أقبله شعب الشرعي يدور هذا عدكو دواسي واكو احترام واكو ماتي مانتا هذي عد كريه هو رهار مرينا وعد كودي سيين تهوا ديمقراطية دي يو حلاقاتي وانتن دورش داكو قلي وما انت ناسورين مصبيح وما انت ناسورين كلمية وهنو تناسوري نبضة وذا شركة هي من نبضة ومدى سومالي لان مدى وحنو بلان قادنا حزب كلمية انو اقول سيهاي وانو همبرير انو مدحوينها عصوالة دورتي عبد الرحمن كان يرى كحنف قادنا سوى حسوى الشيء الميذة كتشرة يدوك عاد فدو كعصتها انو حالا يهلا الدقو دا دور سقل كاقارا دستا اقبل نتيجة دا وحكار سقارا كاقا وحاد قفك يسيانا دعرون وحاين وبر لنا قارن اسك سومالي لان اقول سيهاي وانو اوذ بنتنو hadban ka yimid ee la keeno ee maanta la doortana in la iska taago hawl badan 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 baa u taala waxaan qaatay maanta go'aan qaraad oo aan hubo inaan farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay kaas oo ah mid ku lagu badbaadinayo midnimada ummada Soomaaliland iyo amniga qaranka umaantana suurin musabbihi وما تناسلين كل مية وهنو تناسلين نبضة وذا شركة هي من نبضة ومدى سومالي لان وهنو قوان صدي إن النتيجة ده قعن كسويس قعا إلا دور دوري أنا أقبله سيديو هلو يلي مدح ويني ظاهر ريالي قعن طيدة سومالي لان كبر بوري ميسو ولا ليال وحرفمها إني فمو بدونتو رجد الشعبك إهلقا كدوان وقت قردير لو سومري ولا ليال إنا قوكسون كل مية إندادكي قيبي إيا دروفها بدن إيا قلفسن إيا صوشيغي وحان مرلبات كل دردار ميا شعبك سومالي لان اسكو دوبنا دا دادكي قو وقت كيستا وعيها ذاك يعني قلي وحنقو باغيا تاغير اياش حسبك وطني ملك استوي جوغان انانا يؤدق النقلان حالة ضبورك حسبك كل مية كوضو لما انتي يغان ندا جمهورية السومالي لان وحنقو باغيا انا نكفو غانو برنام بح اياسك الرومات عيدا مضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي وا مهدله مانتا إنه سورة قليي سومالي لان إنه قب إنه قبسته دورشو إسكو سيدكان أو رئيس كيدا له وعادو قنصد أيو دعضي ينب قليي دكو دعضي وكان حي بحي سومالي لان شعلان أيو فرحين وغرين وحن آذية آذو مهضنا غيا شعب سومالي لان قد بحيا شودة الرولي عرور با دورشو سوى عن لو كان بنقري ونبض له ونين وليبا وحي قدد كسو تشدير يوكو حضي سو دو سوى حرة ولا فرقلينين إلا إن وقف صونتي آذية آذو رفر حسنة وحن أم هذا غيّر عد بحياشي نبضك عد بحي إذا ما ذي إلى علينا أي قد يدور شيء كه هو شاودي أحسابتي يوم رأي ترتمعي أوصي بالسل وترتمعي وأنا الشرف أي سوه يصير سومال اللان كون اسمه قرنك سومال اللان واسمه قرنك سومال كروسي قاضي تا وما هذا شعب أورنغ يسومال اللان أورنغ قلب كلامه أنا كذا يا حوي تاجر ياشا إيوه حزبك كل مية
oo doorashadii maanta aan ku guuleysanin oo laga yaabo in badan hadii natiijadii aanay soo iyagu ku badsan inay shalayba igu guuleysteen oo shacabku u codeeyay oo dad raadda shacabku u codeeyay oo ay intaa dalka maamulayeen waxay ahayd in aanu sii wadno maamulka dalka oo mar saddexaadna la sii doorto maanta hadii la weeyey doorashadii waa la idinka horeeya kama caroon karaan kama xanaaqi karaan dhowr sababood awgood waa marka koowaade shacabku shalay iyo dad raadba codkooda waa siiyey waa ku ixtiraamay waa ku mahadsanyahay maanta hadday cid kale yidhaha waanu horumarayna oo codkoodii siiyeen dee waa dimuqraadiyadda iyo wixii loo qaatay waanteynu doorashada ku galay waxaanu doorashada ku galay waxay ahayd in doorashadaas ay dhisto qaranka Soomaaliland may ahayn inuu qof dhisiso ma ahayn xisbi gaara in lagu dhisaayo marka doorashadii sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneyd ayaa la soo qaatay waxaanay noqotay mid dhisaysa Soomaaliland mid isu keenaysa mid xit ruuxa ka saaraysa waa inay noqotaa taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koowaad ee doorashadu galay kuma inaan gelin mar walba in inagalana doorto waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalintaa u codka leeyahay kolba ciddii dalka uu codeeyo sidaa daraaddeed waxaa kale oo iyada ku jirta qodobka aynu ka ogolaanayna waxay natiijada soo baxay waxa weeye in badan ayaan anigoo murashaxa oo madaxweyne dalka ah oo xilka intaa la eg haya ka ballan qaaday maalin walal hadaba in aan aqbalayo natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigayga iyo intay codeysa ballan aynu qaaday ahayd oonu in badan ummada u sheegnay waa ballan weyn dee ballantaynu qaadana kaa baxayn un shicibgeena u sheegnay maynaan odhan oo kumay jirin haddiina doorag waado oo codka la sii waayo waanu cadhoonayna iyo waanu xanaaqayna kumay jirin dhallinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu galay waxay la mid tahay kubadda ciyaarayay tiim kubadda ciyaaray laba tiim kubadda ciyaarayay tiim waliba uu jecel yahay inuu goolasha dhalin badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaadna la isuga qaado sidaa daraaddeed taageerayaasha kulmiye oo laga yaabo inay wax badan oo ay xusanayaan waxyaalihii la iska lahaa doorashada iyo nin caqli xumo wuxuu yidhaahda iyo qaar ilaa imika wax wadamaday waynu ka bisilahay inagu waynu ka bisilahay sidaa daraaddeed kuwa la doortayna waa kuwii aanu isfaqaanay uun waa kuweyni uun waa Soomaaliland risku ta saddexaad aan u aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baanu soo marray natiijada markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guuleysanay dalkaa ku dhismay horumar baynu ku gaadhay kuwii la isku diiday khilaaf ka yimidna dib u dhac iyo khasaare ayaa inaga gaadhay sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyanahay iyo intii codeysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageerada iyo xisbigaba waxaa ku waajiba oo aan leeyahay waxa inagu waajiba inuu galay ballanta dadka iyo shacabiga iyo qarankaba inaanu aqbalay natiijada waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada kasoo baxday oo uu ku guuleystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynayaa shacabiga u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qaradhisuna yahay maaha maalin aynu murmayno oonu isku qabsanayno oo dhexdeena khilaafka imanayo waa maalin aynu wada guuleysanay oonu qarankeenu kor u dhisnay oynu horumeed ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiyanahay haddana ka ahaanayno ummadda waxaanu ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeerayno madaxweynaha cusub ee la doortay cabdiraxmaan waa hambalyeerayna xisbigaana waa u hambalyeynaa guusha ay gaadheen qarankana waanu wada dhisaynaa kaalintaydii hormuudkeedna waa ka ahanaynaa dhallinyarada ka xanaf qaadanaysa wax social mediaha ka jira iyo dadka caadifadooda kacsantahayna waxaan leeyahay hala dego haddaad doonaysa qarankaaga aanad dhisto aqbal natiijada wax ka dhis qarankaaga waxaad qofkayga sayaanad cadhoon waana dib u dhici qodobka saddexaad waxa weeye qaranka Soomaaliland maanta guul buu joogaa sidaa aad u codeysadeen nabadda ay qaran ku dhisaan madaxweynaha la doortay xilka loo dhibin xil culus baa fuulaya ee la shaqeeya dulqaad badan ha la muujiyo qarannimada ha la dhowro waxa dhallinyarada iyo miidiyaha ka socdeen nin caqli xumo wuxuu deemiday ciidan wax kutaa ka hadlayanayaan la qaadanin ha
هلا يسوعلان بقولستي كل يهربوا بكاها هذانا واقعنا يسوعلان وحين وبلنا قرن إسك يسوعلان أقول سجدة وأنه أود بنتنه هاد بنك هاي يمد إلى كيانه ما نسأل دفترنا إن إسك بتاعه حاول بدن 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 باوتها وأوبا هي هاي إن لا رأي سياسي أنه جوجل آذيات بمسنتي دمانتي وبمسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.